السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي. اليوم باذن الله راح نخدم معكم بياسه باش تخدموا بها تلوسو تاع عروسه كامل بلي نابخون لي نابخون. يعني واش راح تخدمي بياسه وحده وتخدمي لي نابخون الكوافيز وطابل دي نوي. انايا خدمت هدايا النابخون بالكروشي رقم 18 والكوتو رقم نتاع البوبينه نتاع 16 رقم 16 تاع البوبينه يساعدك في العمل. اليوم راح نخدم معكم انايا بالكونتون بيغلي باش تبان لكم طريقه العمل. بالنسبه للطول لهادي النابخو تاعنا هو 21 سنتيم، يعني كي العرض كي الطول، يعني نفسه مربع، شكله مربع. بالنسبه للكوافيس تقدري تخدمي مثلا 7 في الوسط 4 في الاجناب و 2، يعني بياسه واحده فقط في الاجناب لوجلاف ولا غوزيزون ولا حاجه خفيفه. بالنسبه لطابل دي نوي تقدري تخدمي 9 بياسات، يعني يجيك كبير ما يجيش صغير، يعني يجيك مليح طابل دي نوي كبير. نبداو على بركه الله. انا اليوم راح نبدا معكم بالكونتون بيغلي ولكن نكمل معكم بالكونتون رقم 16 ونوريكم كيفاش حتى نلصقوا البياسات مع بعضها. شوفي الشكل تاع النابخون تاعنا يكون هكذا هنايا وهنايا هكذا، يعني يخرج معاك لايبرك متروف. نبداو على بركة الله. نبداو العمل تاعنا بسلسلة بالعقدة اولا، نبداو نخدمو سلسلة فيها 8، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. نرجو بداية العمل تاعنا، نقفل العمل تاعنا بمنزلقة كما هكذا. دركا بعد هذه المرحلة نبدأ المرحلة الثانية، نخدمو سلسلة فيها 2 كما هكذا، ندخلو في الحلقة هذه ونخدمو ماي سيغي. ماي سيغي 1 2، نحسبو السلسلة اللي طلعنا بها فيها 2 كذلك ماي سيغي، يعني عندنا 3 ماي سيغي. دوك أنا نخدم 16 ماي سيغي في هذه المرحلة، نعاود نرجعلكم. هنا بعد ما خدمت أنايا 16 ماي سيغي دوكا راح نقفلو العمل تاعنا ونرجعو بداية العمل وين حكمنا طلعنا في السلسلة، ندخلو نحكمو العمل تاعنا في منزلقة كيما هكا. دوكا ننتقلو العمل الثالث، نطلع بسلسلة فيها 1 2 3 4، نزيدو سلسلة فيها 1 2 3 4 5، نخدمو عمود بلفتين. دوكا راح نخدمو هذا العمود بلفتين. شتي الماي سيغي خدمنا فيها طلعنا بسلسلة فيها 4 وبعد سلسلة فيها 5، السلسلة اللي فيها 4 هي على أساس أنها عمود بلفتين. دوك هذه الماي سيغي خدمناها فيها السلسله اللي بعدها ما نخدموهاش، الثالثه نخدموها، يعني الاولى خدمنا فيها العمود اللي فيه السلسله، الثانيه فارغه، الثالثه نخدمو فيها عمود بلفتين هكذا ونقفلو. نزيدو سلسله فيها 1 2 3 4 5 عمود بلفتين. دركا هذه الماي سيغي خادمين فيها هذا العمود، الماي سيغي اللي بعد اللي هي الثانيه ما نخدموش، الثالثه نخدمو فيها كيما هكا. يعني دائما ماي سيغي نخدمو فيها وماي سيغي ما نخدموش فيها، ودائما نخدمو عمود بلفتين، وبين كل عمود وعمود كاين سلسله فيها 5. انا راح نخدم 8 اعمده بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت هذه المرحله دوكا راح نقفل العمل تاعي، خدمت سلسله فيها 5، نروحو بدايه العمل نحسبو السلسله اللي بدينا بها 1 2 3 4 على اساس عمود بلفتين، ندخلو الكروشي في العوينه الرابعه ونقفلو العمل تاعنا بماي سيغي كيما هكذا. دوكا نخدمو عوينه وحده هكذا ونزيدو ندخلو في نفس العمود هذا، نخدمو ماي سيغي هكذا. خدمنا ماي سيغي، دوكا نخدمو في هذه السلسله اللي فيها 5، نخدمو ماي سيغي 1 2 3، خدمنا 3 ماي سيغي، نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها 1 2 3، نرجعو لبداية العمل، ندخلو نجبدو الخيط، نقفلو العمل تاعنا بمنزلقة كيما هكذا، نزيدو سلسلة فيها 1، نزيدو ماي سيغي 1 2 3، خدمنا 3 ماي سيغي. دوكا ندخلو في العمود هذا نخدمو ماي سيغي هنايا، ماي سيغي، يعني في الأعمدة رانا نخدمو ماي سيغي، نزيدو سلسلة فيها ماي سيغي 1 2 3، نخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها 3، نرجعو لبداية العمل نجبدو الخيط، نقفلو العمل تاعنا بمنزلقة، نكملو ماي سيغي 1 2 3، والعمود نخدمو فيه ماي سيغي وحدة هكذا. يعني هذه المرحلة كاملة حنخدمها كيما هكذا،
العمود فيه ماي سيري، من بعد نخدمه في السلسله 3 ماي سيري، بيكو 3 ماي سيري، ومن بعد نرجع نخدم فوق العمود ماي سيري. راح نكمل المرحله هذه كامل كيما هكذا، نعاود نشارككم. هنا بعد ما كملت انا هذه المرحله كنت نخدم فيها 3 ماي سيري، بيكو 3 ماي سيري في السلسله هذه اللي فيها 5، اما العمود نخدمه فيه ماي سيري وحده. دوكا نقفلوا العمل تاعنا، نرجعوا بدايه العمل اللي عندنا الماي سيري، نقفلوا العمل تاعنا بمنزلقه هكذا. العمل تاعنا هكذا. دوكا نضرب سلسله فيها 1 2 3 4 على اساس عمود بلفتين، نشدوا العمل تاعنا نزيدوا سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، نخدموا عمود بلفتين. نرجعوا شوفي هنايا خدمنا، هنا طلعنا في العمود هنايا. دوكا نروحوا نحكموا العمل تاعنا هذا العمود بلفتين في الماي سيري اللي خدمنا فيها فوق، اللي خدمناه فوق العمود، يعني هنايا هنايا فوق العمود كاين ماي سيري، نحكموا هنايا ونخدموا عمود بلفتين هكذا. نزيدوا سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عمود بلفتين. نروحوا العمود الثالث الماي سيري اللي فوقه اللي فوقها، ونخدموا عمود بلفتين. يعني هذه المرحله كامل راح نخدمها كيما هكذا، هنايا الماي سيري اللي فوق العمود نخدموا فوقها عمود بلفتين، وبين العمود والعمود كاين سلسله فيها 11. انا راح نكمل هذه المرحله كامل كيما هكذا، نعاود نرجع لكم. هنا دوك انا كملت هذه المرحله، هذه يكون نخدموا فيها عمود بلفتين، سلسله في 11 عمود بلفتين، دائما نخدمه في الماي سيري اللي تجي فوق هذايا العمود اللي هنا في الاسفل. دوكا راح نقفل العمل تاعي في هذه المرحله، نحسبوا السلسله تاعنا فيها 1 2 3 4 في العوينه الرابعه، ندخلوا نقفلوا العمل تاعنا بمزيقه كيما هكذا، نخدموا عوينه نتقدموا هنايا بمزيقه كيما هكذا في السلسله اللي فيها 11. هذه السلسله فيها 11. دوكا واش نبداو نخدموا هنايا، نخدموا السلسله فيها 2 على اساس ماي سيري، نبداو ندخلوا فهذه السلسله ونخدموا ماي سيري، يعني نحسبوا السلسله هذه 2 ماي سيري، وماي سيري الثانيه نخدموا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هكذا. السلسله هذه فيها 11، خدمنا فيها 15 ماي سيري. دوكا يسمى بعد ما خدمت 15 ماي سيري نروح السلسله اللي بعدها كذلك نفس الشيء، نخدم 1 2 3، يعني هذه المرحله كامل راح نخدم في السلسله اللي فيها 11 هنايا، هادو السلاسل نخدم 15 ماي سيري كيما خدمت في البدايه. دوكا انا نخدم 15 ماي سيري في كل سلسله فيها 11، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا هذه المرحله اللي كنت نخدم فيها 15 ماي سيري في كل سلسله فيها 11، دوكا راح نقفلوا العمل تاعنا، نرجعوا بدايه العمل تاعنا، ندخلوا هنا وين خدمنا سلسله فيها 2 على اساس ماي سيري، نحكموا العمل تاعنا منزلقه كيما هكذا. دوكا بعد ما قفلنا العمل تاعنا هنا بمنزلقه، نتقدموا منزلقه في الماي سيري الثانيه هكذا، ونخدموا سلسله فيها 1 2 3 4، خدمنا سلسله فيها 4، نزيدوا عوينه واحده فقط هكذا، ونخدموا عمود بلفتين. نروحوا لهنا الاسفل الماي سيري، الماي سيري هذه الاولى خليناها، الثانيه خدمنا فيها العمود هذا اللي فيه سلسله فيها 4 على اساس عمود، الماي سيري الثاني الثالثه نخلوها فارغه، الرابعه نخدموا فيها عمود بلفتين هكذا، نزيدوا عوينه نزيدوا عمود بلفتين. الماي سيري الخامسه ما نخدموهاش، السته نخدموها، يعني دائما ماي سيري نخدموها ماي سيري ما نخدموهاش، ودائما العمود بين العمود وخوه كاين عوينه وحده. دوكا انا خدمت عوينه، نروحوا العمود ماي سيري اللي بعدها ما نخدموهاش، يعني الثانيه ما نخدموهاش، الثالثه نخدموها، دائما ماي سيري نخدموها وماي سيري ما نخدموهاش هكذا. عوينه نزيدوا كذلك الماي سيري اللي بعد هذا العمود ما نخدموهاش، اللي بعدها نخدموها، دائما وحده بوحده هكذا، يعني حتى نكملوا 15 عمود الماي سيري اللي عندنا. ماي سيري نخدموها، نروحوا اللي بعدها ما نخدموها
دائما وحدة في الوسط ما نخدموهاش، ودائما الفوق بين كل عمود وعمود كاين عوينة وحدة نخدموها بين الأعمدة هكذا. يعني هنا خدمنا 6 7 أعمدة هكذا، خدمنا 7 أعمدة. نروحو 15 مايسيغ الثانية اللي في السلسلة الثانية، نخدمو عوينة هنايا ونزيدو ننتقلو نخدمو عمود بلفتين. شوفي هنا نخلو هذه المايسيغ رقم 15 الأخيرة ما نخدموهاش، والبداية الأولى ما نخدموهاش في السلسلة الثانية اللي فيها 11. هنايا نخلو المايسيغ دوك، أنا في السلسلة الثانية نخلو المايسيغ الأولى ما نخدموهاش، الثانية نخدموها هكذا. يعني دائما نبداو بالأولى ما نخدموهاش، الثانية نبداو نخدمو هكذا عوينة ونكملو العمل. مايسيغي هذه خدمناها، هذه ما نخدموهاش، الثالثة نخدموها هكذا دائما وحدة بوحدة. دوك أنا واش راح ندير؟ راح نخدم كامل العمل بنفس الطريقة. شوفي دائما تبداي المايسيغي الأولى ما تخدميهاش في السلسلة هذه اللي فيها 11، كاين 15 مايسيغي، المايسيغي الأولى ما تخدميهاش، الثانية خدميها، الثالثة ما تخدميهاش، الرابعة تخدميها، وهكذا حتى تحصلي على 7 أعمدة، عفوا تحصلي على 7 أعمدة هكذا. وبين كل عمود وعمود كاين عوينة واحدة هنايا في الأعلى. دوك أنا نكمل العمل كامل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا دوك راني في نهاية هذه المرحلة، دوك راح نقفل العمل تاعي. دائما تلقاي عندك في السلسلة اللي فيها 15 مايسيغ تلقاي عندك 7 أعمدة، 3 3 1، يعني 7 أعمدة كامل. ودائما بين العمود والعمود تنسى فيها واحد، نخدمو في الأخير عوينة واحدة. نروحو نقفلو العمل تاعنا، نبداو ونقفل العمل من بدينا السلسلة، 1 2 3 4 العوينة الرابعة، ندخلو على أساس عمود بلفتين هكذا. دوكا ندخلو هنايا في هذه السلسلة العوينة واحدة هكذا في الوسط، نخدم السلسلة فيها 1 2 على أساس مايسيغي، نخدمو مايسيغي الثانية هنايا. دوكا نخدم في السلسلة هذه اللي فيها واحدة عوينة واحدة، نخدم 2 مايسيغي، نزيد السلسلة اللي بعدها 2 مايسيغي. يعني هذه المرحلة كامل راح نخدم في هذه السلسلة، يعني بين الأعمدة دائما مايسيغي 2 مايسيغي هكذا، يعني 1 2 دائما بين العمودين كاين عوينة واحدة نخدمو فيها 2 مايسيغي هكذا. دوك أنا راح نخدم كامل هذه المرحلة كامل بنفس الطريقة، دائما بين العمودين نخدم 2 مايسيغي في الوسط هنايا. دوك أنا نكمل العمل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملنا هذه المرحلة اللي كنا نخدمو فيها المايسيغي بين العمودين دائما 2 مايسيغي، دوكا نقفلو العمل تاعنا، نروحو بداية العمل السلسلة هذه اللي فيها 2 على أساس مايسيغي، ندخلو نقفلو العمل تاعنا منزلقة كيما هكذا. دوكا هذه المنزلقة الأولى نحسبو 1، نروحو مايسيغي الثانية نحسبو منزلقة الثانية، نروحو المايسيغي الثالثة ندخلو نخدمو منزلقة الثالثة، مايسيغي الرابعة منزلقة رابعة، مايسيغي 5 منزلقة 5، مايسيغي 6 منزلقة 6، مايسيغي 7 منزلقة 7، مايسيغي 8 منزلقة 8. هنا نخدمو سلسلة فيها 2 ونبداو نخدمو. شوفي المايسيغي اللي بعدها ندخلو نخدمو فيها مايسيغي، نحسبو 1، نبداو نحسبو مايسيغي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خدمنا 15 مايسيغي هنايا في هذه المرحلة، يعني دائما فوق المايسيغي نخدمو مايسيغي. دوك انا خدمت 15 مايسيغي في هذه المرحله الاولى باش نبداو نطلعو بالشكل هذاك المثلث او الهرمي. دوكا ننتقلو للصف الثاني، بعد ما خدمنا 15 مايسيغي نخدمو سلسله فيها 1 2، نقربو العمل تاعنا. دوكا العمل تاعنا نبداو نخدمو، شوفي نشدو العمل تاعنا هذا النابخون نشدوه هكا واقف، ونبداو نخدمو في العوينات من الفوق، نشدو خيط واحد فقط هنايا هكذا هكذا. هذه الضفيره تاعنا العوينه، نشدو هذا خيط واحد فقط، ندخلو نشدو الخيط ونخدمو مايسيغي هكذا. يعني نبداو نخدمو على الوقفه الحافه تاع مايسيغي هكذا، مايسيغي الثانيه، مايسيغي الثالثه، مايسيغي الرابعه، مايسيغي الخامسه،
ما يصير 6، ما يصير 7، 8، 9، 10، 11، 12. خدمنا 12 مايسيري، يعني المايسيري الأولى ما خدمناهاش. دوكا نخدم ستة فيها 1 2. دوكا ننتقلوا الصف اللي بعدها. هنا دوكا بعد ما خدمنا 12 مايسيري وطلعنا بستة فيها 2، نكملوا العمل تاعنا. واش راح نديرو كذلك بنفس الطريقة دائما. المايسيري الأولى ما نخدموهاش هنايا، شوفوا بعد ما طلعنا بستة فيها 2، هذه 2، التالتة هذه ما نخدموهاش، راهي مايسيري في الأسفل هنايا. نروحوا الرابعة، ندخلوا تاني بنفس الطريقة، ندخلوا نشدوا هذا الخيط حافت هنايا الضفيرة هذه، ونبداو نخدموا مايسيري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خدمنا 10 مايسيري دركا، ودائما نخدمو على الحافة، يعني نهزو غير خيط واحد فقط هاكا، ونخدمو سلسة فيها 1 2. نقلبو العمل تاعنا دركا. بعد ما خدمنا 10 مايسيري نكملو العمل تاعنا، وخدمنا سلسة فيها 2 تاني كذلك بنفس الطريقة. دركا نخلو هاد الثلاث عوينات، خاطر 2 هما سلسلة وحدة مايسيري في الأسفل. نروحو الرابعة، ندخلو نشدو كذلك على حافة الطريق، نهزو غير خيط واحد، ونبداو نخدمو مايسيري 1 2 3 4 5 6 7 8. خدمنا 8، نطلب سلسة فيها 1 2 هكذا. نكملوا العمل تاعنا بعد ما خدمنا مايسيري فيها 8 وطلعنا بسلسة فيها 2 بنفس الطريقة دائما. نخلو ثلاث عوينات هنايا هكذا، ونروحو الرابعة ندخلو فيها، ونبداو نخدمو مايسيري كذلك، نهزو خيط واحد 1 2 3 4 5 6. دركا خدمنا 6 مايسيري كيما هكذا، نخدمو سلسة فيها 1 2. نقلبو العمل تاعنا دركا، ننتقلو الصف اللي بعدو كذلك، نخلو ثلاث عوينات هنايا، نروحو للرابعة، ندخلو نخدمو مايسيري 1 2 3 4. خدمنا 4 مايسيري سلسلة فيها 2، نقلبو العمل تاعنا، نخلو ثلاث عوينات هنايا الفوق، ونروحو للرابعة نخدمو مايسيري 1 ومايسيري 2 هكذا. خدمنا كملنا الشكل الهرمي تاعنا هدايا او المثلث كيما هكذا. هنا بعد ما كملنا العمل تاعنا خدمنا هذا الشكل المثلث، اخر حاجة خدمناها 2 مايسيري. دوكا نكملو العمل تاعنا، نقلبو العمل تاعنا هكذا على الظهر، ونخدمو عمود بسبع لفات، يعني 1 2 3 4 5 6 7. نروحو بداية العمل تاعنا، ونبدينا المايسيري بسلسلة فيها 2 هنايا، ندخلو هنايا البداية، ونخدمو العمود بسبع لفات، يعني نبداو نطلقو بزوج خيوطة، يعني 1 2 3 4 5 6 7، ونقفلو العمل تاعنا هكا، يعني خدمنا عمود بسبع لفات. ونخدمو سلسة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعاودو نقلبو العمل تاعنا هكذا. دوكا رجعنا للوجه تاع العمل تاعنا، ونروحو نهاية، شوفي هذه البداية وين بدينا المايسيري اللي فيها 15، بدينا بسلسة وبعد خدمنا 15 مايسيري. دوكا هنايا هذه النهاية هنايا، ندخلو فيها ونحكمو العمل تاعنا هنايا مايسيري هكذا، كيما هكذا شدينا العمل تاعنا هكذا، يعني من الطرف للطرف
هذا يهون ندينا هنا العام وسبع لفات، ومن بعد حكمنا هنايا، ومن بعد كملنا هبطنا في السلسله فيها 9 كيما هكذا. نكملوا العمل تاعنا بعد ما خدمنا هذه السلسله فيها 9 وحكمنا ماي سيغي هنا في الطرف. دوكا نخدموا السلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خدمنا السلسله فيها 10، نروحوا الماي سيغي هنا في الاسفل، ولا نخلي الماي سيغي نبداو نحسبوا. شوفي من بعد هذه 15 هنايا وين خدمنا الماي سيغي هنايا ما نحسبوش، هذه ماي سيغي انا خدمي فيها الماي سيغي اللي فيها 15، نبداو نحسبوا الماي سيغي اللي بعدها. يعني واحد هذه ماشي مخدومه، 1 2 3 4 5 6 في الماي سيغي رقم 7 ندخلوا ونحكموا ماي سيغي هكذا، نزيدوا نطلعوا بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نروحوا نحسبوا في الماي سيغي، دائما الماي سيغي اللي نحسبوهم فارغين ماناش خادمين فيهم. يعني بعد هذه الماي سيغي نحسبوه هنا في الاسفل، 1 2 3 4 5 6 ماي سيغي 7 ندخلو ونحكمو العمل تاعنا هنايا. هكذا حكمنا. درك هنايا حكمت انا ماي سيغي، نبدا نحسب من هذه الماي سيغي نحسب 15 ماي سيغي، يعني 2 3 4 5، يعني فوق كل ماي سيغي نخدمو ماي سيغي. يعني دوك انا راح نخدم 15 ماي سيغي، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت انا 15 ماي سيغي نطلع بسلسله فيها 2 هكذا، ونقلبوا العمل تاعنا ونشوفي نخلو هادو 3 عويلات اللي هي سلسله فيها 2 والماي سيغي هنا اللي خدمناها، ونروحوا العوينه الرابعه نحكموا نهزوا خيط واحد فقط الطرف ونخدموا ماي سيغي. نبداو نخدموا واحد، دائما نهزوا خيط واحد، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هكذا خدمنا 12 ماي سيغي، نطلعو بسلسلة فيها 2 وهكذا. يعني دوكا راح نكرر نفس العمل اللي خدمته في البداية هنايا، يعني دوكا خدمت 12 ماي سيغي، نزيد نخدم 10 ومن بعد 8 ومن بعد 6 ومن بعد 4 ومن بعد 2، ومن بعد نرجع نخدم نفس العمود هذا اللي فيه 7 لفات، نرجع نخدمو هنايا في بداية العمل هنايا، نحكمو هنايا ومن بعد نهبط بسلسلة فيها 9 ونحكم في الطرف هنايا. يعني نفس العمل اللي خدمته هنا دوك نكرره هنايا، ودائما بين كل مثلث ومثلث كاين هنايا سلسله فيها 10. في الاسفل هنا الماي سيغي نخلو 7، نحسبوا 1 1 2 3 4 5 6 7 نخدموا فيها، نزيدوا 1 2 3 4 5 6 7 نبداو نخدموا المثلث الثاني اللي بعدها. دوك انا نكمل العمل بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا العمل انا هنايا اللي خدمته بالقطعه رقم 16 هدايا، بالقطن رقم 16، وهذا خدمته انا بالقطن بيغلي، يعني خدمت بالكروشي رقم 20.06 بالقطن بيغلي. دركا انا هنا خدمت كملت العمل تاعي بالقطن رقم 16 بياسه وبالكروشي رقم 18. دركا نكملوا العمل تاعنا الفينيسيون الاخيره، ومنها كيفاش نلصقوا البياسات مع بعضها. يعني دوك راني نخدم بالكوطو رقم 16، نبداو نخدمو الماي سيغي، نخدمو هنا في هذه السلسلة في هذا العمود اللي خدمناه فيه 7 ماي سيغي، 7 أعمدة، عمود بسبع لفات. ندخلو هنا نبداو نخدمو، نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خدمنا 14 ماي سيغي، نروحو للسلسلة هذه اللي فيها 9، نخدمو ماي سيغي 1 2 3 4. هنا نحبسو العمل تاعنا. دركا هنايا نخدمو سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خدمنا سلسلة فيها 11، نقلبوا العمل تاعنا انا في الظهر. دوكا واش راح نديرو؟ نحسبوا ماي سيغي هنايا، نحسبوا ماي سيغي 1
اثنان ثلاثة أربعة. في الرابعة ندخلو نشدو العمل تاعنا ماي سي اي، نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا ونبداو نخدمو ماي سي اي. نخدمو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دوك هنا انت اذا كنتي تحكمي بياسه مع اختها، يعني هنا نبداو نحكموا العمل تاعنا. انا دوك هنايا راني خادمه 7 ماي سيغي، هنا دوك انا خدمت 7 ماي سيغي، دوك راح نحكم العمل تاعي، يعني البياسه الرابعه راح نخدمها نلصقها مع هادو ثلاثه. يعني دائما شوفوا نحكموا العمل تاعنا، نحكموا هنايا في الاطراف هنايا ونحكموا هنايا، دائما هنا عندنا 7 ماي سيغي، دوك نحكموا العمل تاعنا في الطرف وعندنا هنا في الوسط، يعني دائما في هادو الاقواس. دوك انا راح نبدا نحكم العمل تاعي هنا في الطرف، بعد ما خدمت 7 ماي سيغي نروح نجيبو العمل تاعنا هكذا، دائما الظهر في الظهر باش يخرج معنا في الوجه العمل تاعنا في الوجه. نحسبو هنايا هذه الماي سيغي هادوما، نحسب 1 2 3 4 5 6 7، في 7 ندخلو نحكمو العمل تاعنا بالمنزلقه هكذا، نقفلو العمل تاعنا وبعد نزيد عوينه ونكملو العمل تاعنا، نخدمو ماي سيغي 1 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هبطنا ماي سيغي 7 ماي سيغي. نروحو لهذه السلسلة دوكا ندخلو فيها ونبداو نخدمو، واحد ماي سيغي الأولى الثانية الثالثة الرابعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. خدمنا 10 ماي سيغي، يعني طلعنا الأولى طلعنا هنايا ب14 ماي سيغي، ومن بعد زدنا 4 ماي سيغي، ومن بعد رجعنا خدمنا 11 سلسلة فيها 11 وطلعنا ب7 ماي سيغي، حكمنا العمل تاعنا هبطنا ب7 ماي سيغي، ونكملو العمل ب10 ماي سيغي كيما هكذا. دركا نكملو العمل تاعنا في هذه السلسلة اللي فيها 10، نبداو نخدمو ماي سيغي فيها، ندخلو نخدمو ماي سيغي 1 اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر. خدمنا 12 ماي سيغي، نروحو السلسلة الثانية اللي فيها 10 وندخلو نخدمو فيها 4 ماي سيغي، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة، نخدمو سلسلة فيها 9، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نقلبو العمل تاعنا هكذا ونحسبو ماي سيغي هنا في السلسلة الثانية هنايا، نحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة، ندخلو نحكمو العمل تاعنا ماي سيغي، نخدمو سلسلة فيها اثنان، نقلبو العمل تاعنا، نرجعو دوكا نخدمو في هذه السلسلة اللي فيها 9، نخدمو ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هكذا. بعد ما خدمنا 6 نزيدو عوينة واحدة ونروحو نحكمو العمل تاعنا، خدمنا 7 ماي سيغي، نروحو العمل تاعنا هذا هكذا، شوفي هكذا حكمنا هنايا في الأولى، حكمنا العمل تاعنا هنايا. دوكا راح نحكمو العمل تاعنا في القوس هذا الثاني، يعني دائما الظهر في الظهر هكذا، وروحو نحسبو هنايا، نحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، في الماي سيغي 7 ندخلو نجبدو العمل تاعنا هكذا ونقفلو عليه هكذا، نرجعو نكملو العمل تاعنا في البياسة اللي عندنا. نبداو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا نخدمو فقط 6، نعاودو نرجعو نخدمو في هذه السلسلة اللي فيها 10، نكملو الماي سيغي تاوعنا، نخدمو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هكذا نكونو كملنا هذه المرحلة هكذا. هنا بعد ما خدمت أنا هذا المثلث الثاني كما خدمنا المثلث الاول بنفس الطريقه، نطلب 14 ماي سيغي 4 ماي سيغي، نرجعو بسلسله فيها 11 نطلب 7 ماي سيغي. دوك انا راح نخدم 7 ماي سيغي، 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة، ونروحو نحكمو العمل تاعنا كامل ونتلاقاو هنايا. يعني نشدو هادي العمل تاعنا ندخلو هنايا ونحكمو العمل تاعنا هكذا بمنزلقة ونقفلو ونزيدو نرجعو نخدمو في هذه السلسلة تاعنا. نهبطو بسبعة ما يصير، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هكذا، ونكملو العمل بنفس الطريقة. أنا نكمل العمل تاعي، نحكم العمل تاعي هذه الجهة كما حكمت هذه الأولى، ونكمل بنفس الطريقة نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهاية هذا العمل تاعنا، البياسة هذه تاعنا دوكا بعد ما خدمت أنايا هنايا هبطت بالماي صيغي. دوكا خلاص بقات لي هذه السلسلة الأخيرة باين نخدم فيها الماي صيغي، القوس هذا يعني نخدمو ماي صيغي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، خدمنا ثمانية ماي صيغي. دوكا نروحو نحكمو العمل تاعنا من بدينا هنايا بداية، نحكمو العمل تاعنا بمنزلقة في هذه السلسلة، هذه الماي صيغي اللي بدينا 14 ماي صيغي، يعني هنا حكمنا العمل تاعنا، هنا نكونو كملنا العمل تاعنا هكذا. يعني دائما الملتقى نتاع باش نلصقو بياسة مع خوتها دائما في الأقواس هنايا هكذا، كما هكذا هنا في الأطراف، هنا في الوسط، ودائما هنايا الأربعة نحكمو مع بعضهم كما هكذا، يتلمو مع بعضهم هكذا، يتحكمو مع بعضهم دائما في نفس النقطة. دائما طلعي بسبعة ماي صيغي تحكمي كل بياسة مع خوتها وهكذا، وتهبطي بسبعة وتكملي العمل تاعك عادي كما هكذا. وهادو المثلثات يجو كيما هكذا، شوفوا يجي العمل شغل خارج هكذا، كي تخدمي على كي تعودي تخدمي تهزي خيط واحد فقط، يجي مدرج هكذا، يجي مدرج معاك على شكل هرمي هكذا. ودائما كي تكملي العمل تاعك وتقصي الخيط تاعك، دائما خبي الخيط تاعك هكذا داخل العمل، مثلا كيما هادي الماي صيغي دخلوه في الوسط، شوفي هكذا يعني باش ما يعودش يبان هكذا. كيما هكذا نزيد نقص هكذا. دوك انا نفيني العمل تاعي، نخبي كامل الخيوطه بنفس الطريقه، دائما خبوهم دخلهم وسط الماي صيغي بالكروشي هكذا. في الاخير اخواتي هذا هو العمل تاعنا النابخو اللي خدمناه اليوم، هذا تقدري تخدمي منه تروسو كامل العروسه. يعني واش حتخدمي؟ شوفي اذا على الكوافيس شوفي تخدمي سبع بياسات، يعني مثلا هذه واحد اثنان ثلاثه اربعه، تزيدي تخدمي خمسه سته سبعه، يعني في الطرف كيما حكمتي تولي هذه البياسه في الوسط، وكيما هنا لصقتي ثلاثه تلصقي في الجنب الاخر ثلاثه كذلك، يعني بنفس الطريقه كيما هكذا كامل كيما هكذا، هذه تجي في وسط الكوافيس. بالنسبه لاجناب الكوافيس تقدري تخدمي بأربع بياسات فقط كيما هكذا. بالنسبه لغوجا لفوغوزيزون تقدري تخدمي بياسه وحده فقط، هذه هكذا بياسه وحده تكون في الاجنب، تخدمي اثنان فقط ولا. بالنسبه للطابل دينوي تقدري تخدمي تسع بياسات، يعني واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، تلصقي تسعه مع بعضهم الطابل دينوي وحده، يعني باش تجيك كبيره وتشبحيها كيما تحبي نتيا. انا خدمتها بالكوتو رقم 16 والكروشي رقم 18. في الاخير اخواتي اذا عجبكم العمل تاعنا تاع اليوم ماذا بكم تدعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والى الملتقى اخواتي.